السلام عليكم. كان يعمل حارسا لعمارة سكنية في مدينة تعز، وحين أقبل عيد الأضحى ذهب ليقضي العيد مع والدته التي فاجأها المرض في القرية، حيث لا يوجد مستشفى ولا دواء، فاضطر للعودة إلى المدينة ليشتري لأمه العلاج، لكن العلاج لم يصلها أبدا، فقد اختطفه الحوثيون من الطريق وأخفوه في سجن مدينة الصالح، ثم نقلوه إلى سجن كلية المجتمع في ذمار. معمر خالد يحكي جانبا من ذكرياته عن سجن مدينة الصالح وكيف نجا من تحت أنقاض سجن كلية المجتمع بعد أن تعرض لقصف من طيران التحالف السعودية والإمارات. نتابع ومن ثم نعود. اسمي معمر خالد عبد القادر الشرابي، عمل في إحدى العمائر حارس عمارة. كانت إجازة عيد الأضحى المبارك، قلت بروح أقضي إجازة العيد أنا وأبي أمي. طبعا تعبت أمي، تعبت وما حصلت العلاج بالقرية، اضطريت أن أنا أدخل لا تعز أشتري العلاج، أشتري علاج بخرج. طبعا كان في معي إيجارات، أستلم من العمارة إيجارات وروح على طول. تم اختطافي في إحدى النقاط في مديرية الأقروض، ثم تم نقلي إلى مدينة الصالح عمارة الأمن الوقائي. وصى علي المشرف هناك بمدينة الصالح، طبعا قال له بشر ما لك إلا أمور. طبعا مجرد ما اول ما طلعونا العماره بالدرجه، يا كلب امشي يا كلب، الامنيات والميسمو يدهفونا، يعني كنا مننا سبعه اللي نقولوا احنا من الاقروض، ان احنا سبعه انا واصحابي. وبعد 10 ايام طلبوني التحقيق، كلبشونا يعني بالكلابش، وطوا على عيوني، نزلونا الى غرفه المحقق. من انت يعني صفتك من؟ من تعرف من القيادات؟ من تعرف من الاصلاح؟ من تعرف من الاصلاحين؟ من الذي جندك؟ أين تقام الدورات العسكرية بتعز؟ أين مقر القيادات بتعز؟ ثم بعدين كانت إجاباتي كلها لا أعلم، عندما كان يسألنا عن مجرد قيادات، يعني صفة القيادي فلان، تعرف فلان، تعرف صايق سرحان، تعرف حمود المخلافي، تعرف حمود الصغير، الله ما أدري إيش عبدو حمود الصغير. إجاباتي لا أعلم ولا لي أي علاقة فيهم. فقام طبعا بضربي بكيبل مباشرة، ربط لي أرجل حقي، ربط لي أرجلي وضرب بكيبل على طول، اعترف 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 في مدينة الصالح بعمارة الأمن الوقائي. طبعا كان اسم المحقق أبو نصر الدماري، طبعا معروف، كانت آخس عمارة بالتعذيب. طبعا نزلت بديت للتحقيق من الساعة 10:15، طلعوا لي بالليل، وخلصت التحقيق الساعة 2:30 بالليل. طبعا بعد الضرب هذا كله ما اسمه طلعونا الى السقف، براميل ماء مليانه ماء بارد وقوالب ثلج، ونزلونا طبعا غطاء سراس حقي ومدري ايش وسط الماء وترواش كما يقارب حدود ساعه بالماء. نزلونا بعدين اذا غرفه يعني 3 بـ4 نفس غرفه هذه يعني تحت المروحه، ورفع المروحه لا اخر شيء، وعلى رجل طبعا واقف، ممنوع تنزل رجلك، يمكن ما يقارب ساعة لا ربع ساعة. طبعا خلاص رجلي ما قدرت أنزله، طبعا آخس عذاب، آخس من الضرب وآخس من كل شيء، بعد الماء البارد وعلى رجل وقفة، طبعا عذاب عذاب. طبعا بعدين حققوا معي حوالي يمكن 12 مرة التحقيق، بس كانت ما بين الفترة والفترة 15 يوم، 10 أيام، 8 أيام. طبعا كل ما يكيف المحقق خلاص برأسه أنت، يشتونا ألفق على نفسي أي تهمة، أقول إن أنا شاركت، أقول كل الضرب اللي حصلته مجرد أشتيا، يشتونا أعترف بأي تهمة يعني. طبعا أنا ما رضيت أعترف بأي تهمة، قلت لهم يعني أنا ألفق على نفسي تهمة، يعني أكذب تشتونا أكذب، وأنا أركب لنفسي تهمة وأنا ماليش به، ما بكذبش. في الصالح 8 شهور، نقلونا إلى محافظة ذمار سجن كلية المجتمع، يعني فترة سجني كاملة 2 سنين و4 شهور. طبعا مرت أصعب أيام حياتي، فرقة الأهل، ولا طبعا كانت أكبر سجن لي يعني فراق بنتي، أكثر حاجة، أكثر تعذيب وأكثر إهانة وأكثر ابتزاز في سجن الصالح. طبعا في ذمار حققت لي مرة واحدة، طبعا حققوا معي بالكهرباء، أخذونا لقسم شمالية أو كذا، طبعا تحقيق بالكهرباء كذا، ما رضيت أعترف ولا، طبعا رجعونا على طول. يمكن جلست 3 أيام في السجن الشمالية ورجع. خرجونا لا سجن انفرادي كمان في كلية المجتمع، طبعا سجن تحت درجة شبك، خلونا يوم طبعا ما تقدر حتى ترقد وسطه، طبعا كري تحتك المرقد حقك كري،
برد في أشد أيام البرد، في من مارب، في من البيضاء، في من رداع، في من إب، يعني من كل مكان. بس أغلب المعتقل إلا المسمى السجن اللي إحنا كنا فيه بو، يعني أغلبه الثلثين من تعز. طبعا في قبل القصف في ثلاثة أيام اتفاجأنا، يعني خرج عاقل السجن دكتور عبد المطلب محمد عبد الله إدريسي، طالب في علاقات من مشرف السجن، قال له إن شاء الله يجي لكم صاروخ سكهنا من إدوتكم. جمع إحنا بعدين يمكن خمسة وستة داخل العنبر، قال أنا متوقع إنه الطيران يجي يضرب إحنا. طبعا هذا كان بعد ما ضرب التعزيزات في أبين، اللي كان التعزيزات اللي تبع الشرعية في أبين، يعني كان عنده شك إن الطيران بتضرب. طبعا ما تجاوز يعني الكلام هذا بين المشرف الدكتور عبد المطلب ثلاثة أيام فقط. طبعا والكل يتجهز يعني للنوم، كنا كل إحنا تحت البطانيات خلاص نوم. طبعا اتفاجأنا بأول صاروخ، طبعا كانت سبع غارات، لا صاروخ ولا اثنين ولا ثلاثة، سبع غارات. أجي قد في صبة قدامي قد نزلت من المكان اللي شهر بول، صبة قد نزلت لا أمامي، طبعا لفق واحد يعني راقد تحتي يعني بشوية، نزلت له الصبة لا هنا لا بطنة. طبعا خلاص من وين أهرب؟ الصاروخ الثاني وأنا يعني ما أشوف قدامي خالص غبار وما اسمه، ما أدري من وين أهرب. آخر حاجة هربت من الجهة، جهة اليمين. طبعا قد في صبة نزلت، بس اللهم قد نزلت الصبة من فوق الحديد، خرجتم بين الحديد حق الحدادة. طبعا حنبت شوية كذا يعني خلاص عورت رجلي يعني بالحديد، طلعت المهم من الحديد والحمد لله. طبعا الصاروخ الثالث وانا اشتي ادخل العنبر، طبعا انا كنت مكاني في صالة العنبر، في صالة بيننا بينهم بوابة بين العنبر ولا الصالة. طبعا اشتي اهرب يعني خوف يعني يا اخي فقيعة ورعب يعني من الموت كذا، اشتي اهرب عند اصحابي اللي هم مقربين لي. طبعا خلاص هذوك ما اصحابي اللي داخل ما عاد تسمع حاجة. طبعا جيت قدامي بالباب، باب صغير، قد نزلت صبة ما قدرت ادخل عندهم. وين اجي اشوف الاطواق قد نزلت، قد باقي يمكن ذراع من المبنى، من المبنى من الدور الاول. طبعا المبنى دورين نزل كامل. خرجت من ايوه خرجت من النافذة يعني. طبعا انا كنت اول واحد، بعدي تسعة اللي هربنا. طبعا انا اعتقد كنت اعتقد انه احنا الناقين فقط، الباقيين ماتوا كلهم اصحابنا. طبعا هربنا مسافة كيلو يمكن واكثر. طبعا وما زالت الغارات، طبعا احنا خرجنا بالغارة الرابعة، عاد وقع ثلاث غارات بعد احنا خارج. طبعا شفنا الحوثة وكأنهم كانوا مدبرين منسقين، خرجنا يعني هم في الأحوال على الشارع مسلحين، وقفوا وقفوا. بس اللهم وقعت اللخبطة، كانوا أكيد بين هنا يعني بيخلصوا علينا هم. بس اللهم جنب الكلية كان فيها ناجر في بنازحين جنب الكلية مباشرة، يعني عوائل وأطفال. وقت الضربة هربنا إحنا والعوائل والما يسموت لخبطنا، يعني ما قدروا يسووا أي حاجة يعني. بعدين قلت لك مشينا مسافة، في ناس من أصحاب من يعني من أصدقائي اللي كانوا معي اللي هربوا معورين زيادة، إصابتهم مرة والله 17 غرزة بالرأس، واحد مكسور من هنا واحد مكسور من هنا، يعني خرجنا تخيل قد هو مكبوس شلينه معانا وأنا معور. طبعا بس شفت أصحابي، أنا كنت يعني عادنا أفضل واحد منهم أمشي وقادر أمشي وأهرب، أشوف أصحابي خلاص منتهيين اللي بيصيح أنا بموت أنا بموت، كيف بسوي إحنا كيف. رجعت لي أصحابي قلت لهم ما في إلا حل واحد، نسلم أنفسنا، ضروري نسعف أنفسنا، أشوف لي أنفسنا حل. قالوا إحنا معك يا معمر. وخرجنا طبعا للرصدة، إحنا قريب خارج الرصدة، اللهم شوارع مقبرات طبعا روضة شهداء حقام زي ما يقولوا. طبعا كنت أقفز من قبر وأطلع على قبر وأنزل لوسط قبر، كنت أكلم أصحابي أقول لهم يعني الأرضية هذه مش راضية تكمل، وأنا أحسب ما أناش عارف إني أمشي مقبرة بالليل، وأنا أحسب إنه قواعد حق بيت محفرات. طبعا أنا فلوت بعدي صاحبي بعدي الثاني كذا نفس الحكاية بنفس الطريق. شعرت إنه هل هذا قصف عليكم وإيش؟ أيوة قصف يعني، وإحداثيات من الحوثة على طول الإمارات والإمارات اللي ضربت كذا يعني، لأنه في أمنيات علينا كل يوم يكون في علينا أمنيات. طبعا الأمنيات اللي على السجن مقربين لمشرف السجن، عيال أخته عيال أخوه عياله، طبعا هذا مشرفين علينا يعني أمنيات على السجن. ذاك اليوم يوم القصف طبعا شل الأسرة المقربة والأمنيات اللي هم من الأسرة كاملا.
طبعا المبنى اللي هو صيانه اسلحه تبع الحوثيين طبعا ما تعرض لاي صاروخ ولا تم القصف على المبنى نفسه. المبنى الدور الثاني اللي فوقنا مباشره مقسوم عنبرين، عنبر فيه الأسرى اللي رجعوا من ضمن الصفقه 25 اسير، وكان اول صاروخ فوق الأسرى تماما. طبعا هذو الأسرى ال 25 اسير من ضمن اللي قد ضربوا بالشرطه العسكريه قدام سنه او سنتين، قد نجوا من الضربه الاولى. اوجه رساله الشرعيه ان قدر الاستطاعه ان يتم الافراج على بقيه الأسرى والمعتقلين بدل العذاب والابتزاز، وخاف انه مره ثانيه يجي الطيران يضربهم نفس ما ضربنا. حالتي النفسيه طبعا مدهوره تماما والله. مدنيون أخذتهم ميليشيا الحوثي من الطرق والبيوت ثم تقايضهم بمقاتلين فقدتهم في عمليات عسكرية، وتقصفهم طائرات تحالف السعودية والإمارات بشكل ينم عن سبق إصرار وترصد. فمن لم يمت في قصف سجن الشرطة العسكرية في صنعاء في ديسمبر 2017 قتل في قصف مبنى كلية المجتمع في ذمار في سبتمبر 2019. مشاهدينا الكرام، وضع المعتقلين في سجون ميليشيا الحوثي وأحوال المعتقلين المفرج عنهم بعد خروجهم من السجن موضوع حديثنا مع الناشط الحقوقي رضوان شمسان، ينضم إلينا من مدينة تعز. مرحبا بك معنا سيد رضوان. مرحبا. نعم، تابعنا قبل قليل قصة الشاب معمر خالد الذي كان مسجون في سجن الصالح، ومن تم نقله إلى مستشفى سجن دمار. هذا السجن تم قصفه من قبل التحالف. نود أن نسألك، هل رصدتم شهادات لناجين آخرين من هذا السجن؟ نحن قمنا بمتابعة هذه الواقعة عن كثب، حصلنا على معلومات أولية في البداية. نعم. بعدها حصلنا على معلومات تفصيلية بعدد القتلى والجرحى وأيضا بأسمائهم ومناطقهم. وحقيقة مآسي حصلت لهؤلاء، نحن نسميهم أسرى، نسميهم مختطفون، لأنه أسير الحرب غير المختطف. المختطف مدني كان يمشي في الشارع وتم اختطافه دون أدنى مبرر وإيداعه السجن على أساس أنه أسير حرب. طبعا هذه الوقائع كلها ترتكبها جماعة الحوثي المسلحة لغرض ممارسة الابتزاز على الجانب الآخر من الشرعية، كونهم لديهم أسرى حرب موجودين لدى الشرعية فيقيدوا بهؤلاء المدنيين، وأصبحوا هؤلاء المدنيين ضحايا لدى الطرفين. نعم، إذا ما تحدثنا عن الضحايا الذين قتلوا داخل سجن مدينة دمار، كيف يمكن لأهلهم متابعة قضاياهم وبالتالي الحصول على حقهم والتعويض عن هؤلاء الضحايا أو حتى محاكمة من تسبب بمقتلهم؟ هي في البداية نستطيع القول أن تحويل الأعيان المدنية من قبل جماعة الحوثي المسلحة التي تحول الأعيان المدنية إلى ثكنات عسكرية أصبحت طبقا للقانون الدولي الإنساني وقواعده تعتبر هذه الأهداف أهداف سقطت عنها الحماية المدنية بسبب تحويلها إلى ثكنات عسكرية. بذلك كان استهداف الطيران التحالف لهذه هذه الأعيان وهو يعلم علم اليقين أنها فيها عبارة عن مجموعة من المختطفين من عدة مدن يمنية ليس لهم في الحرب لا ناقة ولا جمل، لكنهم أصبحوا أهداف. فأنا أحمل الطرفين التحالف وأيضا جماعة الحوثي المسلحة هي من قامت بارتكاب هذه الانتهاكات ضد هؤلاء المدنيين العزل. رضوان، أنا أسألك عن خطوات على ذوي الضحايا القيام بها للحصول على حقهم وملاحقة ومعاقبة من تسبب بفقدانهم لهؤلاء الذين راحوا ضحية هذا القصف. من خلال تواصلنا مع ذوي الضحايا لهذه المجزرة التي حصلت لهؤلاء الناس، حصلنا على بعض الأسر وجلسنا معهم ووثقنا معهم بعض الحالات، ونحن بدورنا كناشطين حقوقيين أو كراصدين لانتهاكات حقوق الإنسان
وجهناهم أن يتجهوا إلى اللجنة الوطنية لتحقيق ادعاءات حقوق الإنسان لتوثيق حالاتهم، ونحن قمنا بتوثيق بعض الحالات حفظا لحقوقهم على أساس أنهم مستقبلا ربما يحصلوا على تعويض عما جرى لأبنائهم بسبب هذه المجزرة. نعم، هل فتحت النيابة العامة تحقيقا في وقائع تعرض هذه السجون للقصف؟ النيابة العامة ممثلة بسلطة الأمر الواقع في صنعاء وسلطة الأمر الواقع في والشرعية في عدن. هناك نائبي، نائب عام في صنعاء ونائب عام في عدن. النائب العام في صنعاء معين من قبل جماعة الحوثي المسلحة، طبعا حسب مذكرة لما يسمى اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين، مذكرة في تاريخ 6/9/2019 تم إرسال أسماء الضحايا الذين سقطوا جراء هذه الغارات على كلية المجتمع في دمار في سبتمبر 2019. تم التخاطب بمذكرة رسمية من قبل ما يسمى اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين، وأعتقد أنهم بدورهم قاموا بالتحقيق، لكن هنا في مناطق الشرعية لم يتم التحقيق في هذه الواقعة، وإنما تم رصدها وقيدها وهي الآن أسيرة الأدراج، لا 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 لم تحرك من قبل النيابة العامة من قبل الشرعية. نعم، كنت قد تحدثت عن دور اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، برأيك كيف تقيم دور هذه اللجنة، وهل بالتالي هي قادرة فعلا على تحقيق العدالة وملاحقة الجناة أو حتى رفع ملفات للرئاسة؟ هي فعلا معنية برصد وتوثيق هذه الانتهاكات وتقوم بالتحقيق فيها تباعا، عملهم عمل دؤوب في الحقيقة، وهم أيضا يستقبلون من بعض المنظمات المحلية أو العاملة في مجال رصد انتهاكات حقوق الإنسان وتوثيقها، ويستقبلوا ملفات وبدورهم يقوموا بجهد مهم جدا، لكن لا ندري ما هي النتائج التي ستؤول إليه تحقيقات اللجنة الوطنية، لكون معظم هذه الانتهاكات إلى الآن لم تحرك لدى النيابة العامة حتى في المحافظات على مستوى المحافظات. نحن في محافظة تعز إلى الآن لم تحرك أي ملفات فيما يتعلق بالوقائع والانتهاكات التي حصلت في انتهاكات حقوق الإنسان التي حصلت، لم تحرك إلى النيابة العامة إلى الآن. نعم، إذا كنت قد استمعت للسجين الذي تم الإفراج عنه معمر خالد، تحدث في الفيلم السابق عن أن هناك لربما تنسيق ما بين الإمارات وميليشيا الحوثي، بحيث أنه تم قصف فقط الذين تم أسرهم في السجن ولم تتعرض مخازن السلاح كما ذكر للقصف، برأيك هل فعلا هناك تنسيق ما بينهم؟ وكيف يمكن لهذا السجين إثبات ذلك؟ حقيقة هناك قرائن، يعني نحن لا نستطيع الجزم بالقول أن الإمارات هي من ترتكب هذه الانتهاكات بالتنسيق مع الحوثيين، لكننا نستطيع القول أن هناك قرائن تدل على أن هناك تنسيق موجود ما بين الحوثيين. الدليل على ذلك أن في معظم الغارات التي تحصل بشهادة هذا الناجي أنه يقول أنه تم التخاطب معهم قبل الغارة بيومين أو 3 أيام على أساس أنه سيتم ضربهم في الطيران. هذا دليل واضح أن هناك علم لدى جماعة الحوثي المسلحة بأن الطيران سيقوم بضرب هذه، بمعنى أنهم ذلك؟ ربما هم يرفعوا إليهم علم. هم من تخاطب مع الأسرى مع هؤلاء المختطفين وقالوا لهم ربما يضرب الطيران، هذا دليل واضح ما لا يحتاج إلى نقاش. نعم، وكان قد سبق ضرب كلية المجتمع. طبعا في نهاية أغسطس تم استهداف 300 جندي على أبواب عدن، نحن نعرف هذه الواقعة طبعا من قبل طيران الإمارات. نعم، هؤلاء الذين خرجوا من هذه السجون أوضاعهم المعيشية صعبة كما نرى، هل هناك جهة معنية تقف معهم وتساعدهم على استكمال حياتهم بشكل طبيعي في وضع معيشي لربما جيد؟ هناك ما يسمى رابطة الأسرى أو رابطة شؤون الأسرى، لكنها لا تفي بأي غرض، قدراتهم محدودة، إمكاناتهم المالية محدودة جدا، لا يستطيعون تقديم أدنى مساعدة، خاصة أن هؤلاء المختطفين الذين يعودون من الأسرى من الأسر لدى الحوثيين
طبعا يعودون بحالات نفسية سيئة جدا، بحاجة إلى مركز دعم نفسي لتأهيلهم وإعادة تأهيلهم مرة أخرى إلى عودتهم لممارسة حياتهم الطبيعية في المجتمع. وقبل هذا وذاك يجب تعويضهم عما فاتهم من الكسب لهذه لفترة الاعتقال التي تعرضوا لها، أيضا الحالة النفسية التي تعيشها أسرهم خلال أثناء فترة الاعتقال أو فترة الأسر أو فترة الاختطاف. كل هذه عوامل يعني لا يمكن تحقيقها إلا عبر إمكانيات كبيرة جدا، وهذه الإمكانيات مغيبة في الوقت الحالي تماما. نعم سيد رضوان، كيف يمكن تقييم دور الحكومة في الضغط بما يخص ملف الأسرى والمعتقلين؟ طبعا الحكومة الشرعية مرتبطة بما يقوم به مبعوث الأمم المتحدة في اليمن بابتداء من السويد وانتهاء في المشاورات الحالية. دور الحكومة دائما الحلقة الأضعف، دائما يتقدموا يعني أمورهم. تستطيع القول أنه أصبح الأسرى بين سندانين، ضرب الحوثي وأيضا تساهل الشرعية. نعم، رسالة أخيرة تود توجيهها سيد رضوان للجهات المعنية، للحكومة، للمبعوث الأممي، وأيضا لذوي الضحايا الذين راحوا نتيجة هذا القصف؟ في البداية أوجه رسالة إلى جماعة الحوثي المسلحة هذه التي تختطف المدنيين من الشوارع دون أي ذنب. إذا كان ولا بد من اختطاف هؤلاء أو إخفائهم، فيجب التحقيق معهم بواسطة سلطة مدنية عبر القضاء، وأيضا إحالتهم على السجون المركزية إذا كان هناك سجون مركزية، كونها ليست أهداف لمن لطيران التحالف وليست أهداف أيضا للشرعية. أيضا نقول لذوي الضحايا كان الله في عونكم، لكن نطلب منكم ألا تتهاونوا في توثيق هذه الانتهاكات التي حصلت لأبنائكم، فهناك من المنظمات العاملة في الميدان كثيرة جدا تقوم بتوثيق هذه الانتهاكات أولا بأول. يجب أن تذهبوا إليها، يجب أن تعطوا كل بيانات أبنائكم الذين تعرضوا للاعتقال أو للاختطاف تفصيلا دون خوف أو تردد، كونكم إن لم تحفظوا حقوقهم ستضيع سدى. نعم، شكرا جزيلا الشكر الناشط الحقوقي رضوان شمسان، كنت معي من مدينة تعز، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، انتهى وقت هذه الحلقة. نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو صفحتنا على الفيسبوك، ويمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب. المعتقل المحرر معمر خالد تم الرصد، في أمان الله.